كان العراقيون وهم سائرون نحو صناديق الانتخابات على قلتهم يتأملون واقعا جديدا من انتخابات مبكرة فرضتها صرخات العراقيين في ساحة الاحتجاج. كان المسير لها بعد فترات حملت نزيفا يمكن القول انه لم يجف بعد. سقط مئات الشباب قتلى وألاف الجرحى، تعطلت وظيفة بعضهم عن الحياة، وتم فلق رؤوس آخرين من قبل قاتل مجهول يحمل قناصا مخفيا أو كاتما. وكانت القوى السياسية تصور أن الأجساد التي تناثرت على أسفلت الشوارع سقطت على مذبح الانتخابات المبكرة التي قيل إنها ستقلب المعادلة. قاطع كثيرون بدعوى وجود السلاح المنفلت وغياب العدالة التنافسية، أصر آخرون على المشاركة، لكن الأهداف كانت قريبة من بعضها وتدفع إلى سؤال جوهري بعد جمود سياسي وخراب طال: ما الذي يمكن أن تنتهجه الانتخابات المبكرة؟ أجريت الانتخابات، والسؤال يتجدد اليوم بعد مرور عام كامل على إجراء الانتخابات المبكرة نفسها. ما الذي أنتجته الانتخابات المبكرة؟ شكك خاسرون في نتائج الانتخابات وقال فائزون إنها نزيهة. ثم حصل ما يشبه الخلطة التي قد لا يفهمها المتابعون من خارج العراق. المشككون في النتائج قبلوا بها، لكن شريطة أن يكون في مصاف الفائزين عبر بيت يجمع الخاسر بالفائز، المعارضة بالسلطة، في محصصة يكون توزيع المناصب فيها تحت عنوان ينتمي إلى مراحل ما قبل الدولة الحديثة. ممثلو الطوائف أو قل إنها حقوق المكون كما يزعمون. الفائزون انسحبوا من العملية السياسية، وبقي من خسر يتحرك الآن نحو تشكيل الحكومة. لكن الواقع يقول إن عاما مر على الانتخابات المبكرة ولم يحدث ما يمكن أن يقال إنه استجابة للصرخات التي فرضت إجراء الانتخابات المبكرة، كما أن الدماء التي تحدث هزات بين الأمم لم تتسبب بهذه الهزة. لازالت الانتخابات في العراق ليست آلية ديمقراطية تغير الوجوه وتأتي بجديد، إنها طريقة لبقاء التوازن بين القوى المتحكمة نفسها المتنفذة على السلطات جميعها. وحين يقول الناس كلمتهم ويقومون بتغيير بعض الوجوه عبر الانتخابات، سيبقون سنة كاملة دون حكومة بلا موازنة، يعيشون على مجهول ربما يتحول إلى صدام يستمعون من خلاله إلى الرصاص ونزيف الأبناء، وهم يتحولون إلى رقم في مقابر العراق الواسعة.